هذه جو كون قلت لها كي جاب الله يموت نكون اليوم تحت هي هذا لا ما نكونش الدكتور هادشي اللي بان وطن عيط طن عيط البحر عيط البحر المصرانية كتعوط مسكين قلت لك علاش يمكن علاش قلت لك علاش فلوس اش الصوم تتبكي من حتى هي اللي بان هي هي تصحابها واش السيكور السيكور قلت لك علاش علاش يمكن علاش تدور هنا علاش قلت لك واش الفلوس يجيو هنا يلا انا اللي تجمع كل شيء هذا الشيء لان في الاول كانوا داروا العذر العذر في الاول كانوا اعتذروا في الدرج يعني كان ما عندناش حنا باش نسكتوا باش نسكتوا الامر الله غدا قلت لها الفلوس وجيت لقوم الفلوس يجوا يجوا حتى الفلوس اشنا هو المشكل يا الله لا وقلت لك هما في الاول اعتذروا بالفلوس قلت لك بزاف لان حنا ما عندناش وانا تنخدم وهادي قلنا لهم ودي لها الفلوس زيد ديكم حنا نسيفطوا لكم الفلوس اي جبت الفلوس تم عندهم ما قلنا حنا نزيد والو هي اللي غادي تسيفطوا لهم الفلوس تم عندهم ملي قلنا لهم هكاك قالوا هادو سدوا علينا هاد الباب داروا رجع راه مازال لهم كيف ومازال لهم تفصيل وهادي ولا بغينا نسيفطوا لهم بغينا نخدم شحال ديال الاوراق وانا الخدمه ديالي ندخل ليها قريب ما نقدرش نجري في داك الشيء الاوراق بزاف الدراري يقول لك صافي حق يقول لك عمي شوف راه بنا سيفتوه اون بليس تروح ما عنده الحق المهم تلقى ما تسال هذاك الراجل والو المهم تلقى ما تسال فيه هذاك فين ولا هذاك الدراري اللي والدراري عندهم العقليه والتربيه ديال الهيل هما كيقولوا هاد الاقوال هو هذا انت ما غاد تحكمين في راسهم راه تسعدوا 20 عام 30 عام اللي عنده راه شفتوا عنده 19 عام شوف 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 دابا هي هضرات هضرات مع قبل الزهراء هضرات مع الزهراء مرتي مرحوم بنت مرحوم قالت لي هاني جايه شوف شوف هي باش نحط في الصوره هي دابا